اسم هذا مخبز، مخبز النور، لانه كان نور إنا خلانا نشوف انه نقدر نشتغل شغل يحترم قدراتنا، لانه منكمل بعض حتى لو احنا على الحقيقه. بآمن قدراتهم، إذا حد معني فيهم بتعلم وبصيروا، إذا الأب معني في أولاده بصيروا. إنه أولادي بيشتغلوا هون، إن هذا أكبر نصيب إن الله بعث لنا إياه، إنه أشتغل أولادي هون وأنا فتحت لهم هذا المصدر الرزقي. هدية من ربنا كان، والحمد لله موفقين، الحمد لله رب العالمين. كل واحد عارف مهمته، كلهم مكملين لبعضهم. نعبي خبز أنا وعبد الله. أنا عشان احنا يعني ربينا مع بعض وشغلنا مع بعض، فانا تعودت عليه، بحط ايده علي، ايده على يدي. يعني مثلا بدي روح ينام، نعجن قديش، بيولع الفرن. احنا بشتغلوا إنه هم أصحاب فرن. إذا الإنسان بيشتغل إنه هو صاحب المصلحة بكون عنده خلاص. صارت الناس تيجي على طعمية الخبز، على نظافة يعني المخبز. صح، حتى يعني الصحة أعطتنا نمرة واحد يعني. وانا بتمنى من الله، بتمنى ان ربنا يفتح علينا كمان وكمان حتى نشغل كل الشباب اللي زي هيك. اي شخص عنده وضعه الخاص وعندي شغل، فرصه عمل رايحه شغله. هاي الارض مزروعه بالزيتون منذ 10 سنوات، عمرنا هنا في 1971، واللي هم اجوا اليهود خلعوا ايش الشجر، الحجه بعدم ممنوع استصلاح هاي الاراضي وممنوع زراعه الشجر فيها. طبعا انت بتحكي عن انا عمر وعن اولاد عمي واولاد اخوالي. انا باسم عمر عبد الله موسى 550 شجره، مش اقل من 150 تنك زيت. 150 تنك زيت، بتتحكي عن برضه عن مبلغ وعن تثبيت ارض كمان، في الدرجه الاولى تثبيت ارض ثم مصدر رزق. هاي ارض من هاي حفتي، هاي وطني، هاي وطن. في الدرجه الاولى بدهم يقلعوا الزيتون مشان يقلعوا البشر. احنا رايحين نضل في ارضنا ونستمر في ارضنا، واحنا مشتركين هاي الارض. هاي الارض جزء من جسدنا. ما واحد بيقدر يشيل جزء من جسدك، ولو حتى خلعوها كمان بدنا نظل نزرع، يا احنا يا همي. الانسان بتعب على الزيتوني زي ما يتعب على ابنه، فيش فرق بين تربات الولد وتربات الزيتوني. وصاحب بجوز بعد 15 سنة 20 سنة ابنك خلص جامعة وتتركه، بس الزيتوني ما بتتركه حتى تموت.